إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من التدبر لآيات الذكر الحكيم في أول سورة الكهف يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قل سبحان الله، العوج يكون في الشيء وليس للشيء، يعني ولم يجعل فيه عوجا، يعني أقول هذا الأصبع فيه عوج ولا أقول هذا الأصبع له عوج. لماذا عدل القرآن عن فيه عوجا إلى له عوجا؟ هذا لأمر عظيم، أن لو قال سبحانه وتعالى ولم يجعل فيه عوجا ينفي العوج عن القرآن من الداخل، أن القرآن ليس فيه عوج. القرآن الكريم إنما هو النمط العظيم من البلاغة ومن الاستقامة والمعنى وكل شيء، لكن ولم يجعل له عوجا ينفي العوج عن داخل القرآن، اسمع، وعن العوج التي يحاول أن يلصق بالقرآن من الخارج مثل الشبهات والافتراءات ونحو ذلك. القرآن به قوة ذاتية ربانية لا تتأتى من البشر في أن تدفع عن نفسها كل زيف، أن تدفع عن نفسها كل باطل، قوة ذاتية، قوة ربانية تدفع هذا الشر وهذه الشبهات. لذلك القرآن كلما ازداد الهجوم عليه ازدادت الشبهات، كلما ازداد القرآن تألقا وازداد عظمة. لماذا؟ لأن فيه سر عظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو كان حفظ القرآن على المسلمين على البشر لذهب القرآن من بعيد، ولا حرف مثلما حرفت كتب كثيرة من زمن وأزمان بعيدة. لكن حفظ القرآن ليس على الناس ولا على البشر، حفظه على الله. لذلك قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآية هنا تؤكد ذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ليس لمثير شبهة أو وليس لمهاجم للقرآن أن ينال من القرآن، سيحاولون، وكل المعارك ضد القرآن عبر الزمان كله من أول لحظة نزوله، كل المعارك ضد القرآن خاسرة قاصرة قاصرة. ويبقى القرآن الكريم متألقا عظيما لأن حفظه على الله وليس على البشر، لأن الله قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان من هذا كلامه هذا، وبالله التوفيق.